والحديث أكثر عن المعضلة السنوية في موسم الامتحانات بقطع خدمة الإنترنت عن سائر العراق وما تخلفه من تداعيات. ينضم إلينا عبر سكايب من لندن عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي الأستاذ إبراهيم العجيلي. مساء الخير. مساء النور يا مرحبتين، أهلا وسهلا. أهلا بكم. سنويا تقطع الحكومة الإنترنت عن سائر العراق بذريعة وبحجة منع تسريب الامتحانات، هل توقف تسريب الامتحانات مع هذا الإجراء السنوي؟ والله الحديث عن هذا الموضوع الحقيقة المفروض نتناول التخلف الموجود في العراق خصوصا بعد في خلال فترة الاحتلال هذه. يعني هناك تخلف باللغة، وهناك تخلف بالمفاهيم، وهناك تخلف أيضا بإدارة الدولة وإدارة التعليم بالأخص، مع العلم أن التعليم بشكل عام يؤول إلى الموت السريري. يعني هم مجموعة من الأفراد غير الموثوقين غير المؤهلين يجيلون البلد، وبالتالي هاي الأمور يعتبروها مشروعة، يعبروها لأولادهم وقرايبهم لأولاد عيوتهم، وبالتالي تنتشر وتصير بها تجارة وتنباع الأسئلة وتشترى بمبالغ طائلة. يعني هناك مؤشرات كثيرة تظهر، يبدو أن المعدلات تأخذ مدى أكثر من 100%. نعم. هذا شلون بتصير؟ يعني في الوقت اللي المعدل هو كلش عزيز، يعني إحنا في فترات المدارس والمعاهد والدراسة السابقة اللي الطالب الشاطر يعني يوصل 95 90 95، نعم، لكن ما يوصل 105 و110 هذه يعني ضحك على الناس. ويعني من هذا الباب يكون التعليم معرض للإهمال، وحتى الأسئلة هي بالحقيقة لا يحتاج لها أنه الدولة تحتار شلون تصون صيانتها من هذه الأمور. إحنا في السابق كانت الأسئلة تصدر من الوزارة تتوزع في نفس اليوم في نفس الساعة، نعم، تصل إلى قاعات الامتحانات، وبالتالي تفتح أمام الطلاب هذه الرسائل ويتوقع عليها اثنين من المشرفين واثنين من الطلبة كشهود أنه الورقة الغلف كان مغلق فتحوها. طيب، بس أنا عندي تعليق على أسلوب التعليم في العراق وأسلوب الامتحان في العراق. في الحقيقة اثنين متخلفين كالدراسة كأمور التربية بالعراق متخلفة. بالدول المتقدمة في أحيان كثيرة وخصوصاً في الصفوف العليا في الدراسات العليا، نعم، المتقدمة لا تحتاج إلى ضم الأسئلة واتصال عليها قفل وحطوها في صندوق وإلى هذه لكنه هناك ممكن يطرح السؤال بطريقة يجبر الطالب على البحث. طيب، هنا يعني لو تكلمنا بالتحديد عن توزيع الأسئلة وتسريب الأسئلة، وزارة الاتصالات تلقي باللائمة على وزارة التربية، بينما تقول وزارة التربية أنه إجراء متبع في العديد من الدول. هل بالفعل هناك دول حول على مستوى العالم تقطع خدمة الإنترنت من أجل عدم يعني تسريب الأسئلة، أم هو فشل على عدم قدرة الحكومة أو الوزارة على حماية الامتحانات؟ هذه هي هذه مو بس فشل، انما نكته للضحك. نعم. يعني انا عندي اداره واختار مدرسين خمسه بعدد الاسئله اللي تنطرح، كل مدرس يطرح سؤالين. طيب. واشكل لجنه من ثلاث اساتذه يختارون هذول بدون علم الاخرين سؤال واحد من هاي السؤالين ويجمعوه تغلق في ظرف لكل المديريات التربيه وتحفظ في هذه القاصات الحديدية لا يطلع عليها أحد، حتى المدراء ما يطلعون عليها. لكن هنا إحنا صايرين يعني نظام الفايتون، نظام اللا إدارة، نظام اللا مسؤولية. الأسئلة تسرق، يمكن اللي يضع السؤال هو نفسه يسرب السؤال. نعم. يسربه ويقبض عليه فلوس. يعني هاي معروفة. ومسكت عصابات كثيرة تسرب الأسئلة وتبيعها وتتاجر بها. ويرسلوها، ما لها علاقة الاتصالات.
التليفون ما له علاقة. طيب بالتالي أستاذ إبراهيم، هناك فشل حتى مع قطع خدمة الإنترنت في عدم تسريب الأسئلة، ولكن ما تداعيات قطع خدمة الإنترنت السنوي في موسم الامتحانات على مستوى الاقتصاد العراقي والإداري في العراق؟ والله ما تحدث بالدول اللي تحترم نفسها، بالدول المتقدمة. يعني هذا عليها أصل غرامات من أطراف الشركات والمؤسسات، المفروض تقاضي وزارة الاتصالات أو جهة الاتصالات تقاضيها وتتغرم هاي الجهة. على أي أساس يقطعوها حتى ولو 10 دقائق؟ نعم. الاتصالات لما تنقطع تنهز البلد، ينهز كله، تتعطل شؤون البلد. بس البلد يعتقد بتقديراتي هو اصلا يعني معطل ومحصور تحت أمم معينه تدير الامور بطريقتها بغض النظر عن اعلام الاخرين او عدم اعلام الاخرين. هو البلد يعتبر ملكهم والناس يعني مثل العبيد عندهم. هل يمكن ان يفهم انه قطع خدمه الانترنت هو يعني لغض الطرف عن الفساد وعدم وجود رقابة حقيقية من قبل الحكومة على أمور وملفات عديدة، بالتالي يتأثر الاقتصاد العراقي وهم يقطعون خدمة الإنترنت بذريعة أنه من أجل الأسئلة؟ هو هذا صحيح، ذر الغبار في عيون الناس وفي مسامعهم ومعلوماتهم عن العلم وعن المدارس وعن التعليم وعن التربية، بالرغم انه هي هاي القاعده في المدارس والكليات والجامعات اصبحت ما لها اهميه كبيره في العراق. نعم. لانه اصلا المتخرجين ما عندهم مجالات العمل، تلاحظ شلون؟ ما لها كل قيمه، هذه كلها اثاره غبار ما لها فرق معنى يعني. بس في نفس الوقت يؤدي الى خسائر والى ضرب مؤسسات اخرى، بس هذول الجهله يتخذون مثل هذه الاجراءات ما يعرفون هاي اثارها لوين بعدها وين يروح. ما يهمهم هذا، المهم هم الاسئله تنباع ويقبضون الفلوس يحطون من جيوبهم. هذا الموضوع. طيب في ظل الوعي المجتمعي لا سيما في اوساط الشباب بالتحديد، يعني هل تعتقد ان الحكومه يمكن ان تمرر هذا الفشل الذي يعيشه قطاع الاتصالات في العراق؟ والله هم بالنسبه للوعي المجتمعي يعني اعتقد هم ما كلش حاسين حساب الوعي ولا حساب الناس بشكل عام، لان هم يعني يشعرون بانه هم الفرصه عندهم بايدهم لها بعد زمني. نعم. مش قدروا يستفيدون من هذا البعد الزمني، وبالتالي كل من يروح البيرته هالشكل. نعم. انا اتصور هذا ماكو، لا توجد مسؤوليه لا عن العلم ولا عن التدريس ولا عن المدارس ولا عن حقوق الناس ولا عن العمل. هو اي عمل موجود بالعراق يعني؟ اي عمل موجود بالعراق ذات قيمه يسد حاجه البلد هو شنو هو العمل؟ لا شيء من وجهه نظرهم. من لندن عضو اللجنه العليا للميثاق الوطني العراقي الاستاذ ابراهيم العجيلي، شكرا جزيلا على هذه المداخله.